المقلعون عن التدخين يواجهون خطرا صحيا بسبب اللجوء إلى السيجارة الإلكترونية من أجل التقليص من سلبية السيجارة العادية من جهة، ثم التخلي عنها من جهة أخرى لأنها لا تخلو من السلبيات وتعتبر قاتلة لأنها تحتوي على النيكوتين كذلك. رغم أن ظهور هذه السيجارة حديث جدا، فإن الكثير من التصريحات والبحوث تثبت مدى ضررها على صحة الإنسان. إنها غير مؤذية كما يدعون، لهذا السبب يتوجب علينا فهم ذلك، إنها ليست صحية تماما. السيجارة الإلكترونية تحتوي على مادتين هما بروبيلان غليكول والجليسيرين، اللتان لا تخلوان من التأثيرات الثنائية. الآن يقولون لنا إنها مضرة، أنا مستعدة لوقفها تماما، تقول هذه المستهلكة. لا يمكن أن تكون أسوأ من السجائر العادية، لذلك فإنه أمر مبالغ فيه. ليس مشكلا إذا كانت مسرطنة قليلا، فالأخرى مسرطنة بنسبة 100%. السجائر الإلكترونية تخرج غازات سامة تساعد في نمو خلايا سرطانية، ولا تعتبر وسيلة فعالة ولا أمنة للإقلاع عن التدخين.